أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم سيطرتها الكاملة على مدينة الأصبع جنوب غرب العاصمة طرابلس بعد اشتباكات مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنون نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، الذي أكد أن القوات شنت هجوما من عدة محاور باتجاه المدينة دون وجود مقاومة كبيرة من قوات حفتر. الله أكبر، نحن في نهاية مدينة الأصابعة، تم تحريرها بكامل من قبل عملية بركان الغضب وقوات الغضب بالكامل. قد الرجال موجودين الآن من قلب الميدان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن الآن في قلب مدينة الأصابعة. الله أكبر، قد الرجال بانتصارات متتالية. الله أكبر ولله الحمد، مدينة الأصابعة بالكامل الآن. الله أكبر ولله الحمد، مدينة الأصابعة بالكامل. صار الله اكبر، الله اكبر، صار قاعده بنيلواتها او الغنايم. الله اكبر ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله، الله اكبر. هاي حسادي متوخر. الله اكبر او بالغنايم. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. ما شاء الله، ما شاء الله. صار جديد، 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 جديد قاعد. الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد. هذا وأكد قادة عسكريون من الوفاق للجزيرة مباشر بعد دخولهم الأصابعة أنهم دحروا قوات حفتر بلا مقاومة تذكر. نهني الشعب الليبي بتحرير مدينة الأصابعة، ونقول لكم إن شاء الله بعدها أيامات أو ساعات حتسمعوا بتحرير مدينة ترهونة إن شاء الله على قريب. ومدينة الأصابعة هذه معروفة أهمية لنا، هذه قسم الظهر، كانت تقسم في ظهر الثوار بالدعم من الأزلام والمتمردين تبعين خليفة حفتر تبع الأسير، وهذه أهم تمركز للقرامطة والمتمردين، وكانت نقطة الوسط والوصل ما بين قاعدة الوطية وما بين المرتزقة والجنجويد والفانجر واللي هم خارجين على القانون بجنوب طرابلس. دعم رئيسي ومهم جدا، ويعتبر الوريد والشريان الوريد متاع الرقبة متاع حفتر. انتهى حاجة اسمها حفتر، خلاص انتهى. وان شاء الله من هنا لترهونة تو جماعة متقدمين في ان شاء الله في مزدة، وبعدها ماشي العربان، وبعدها لترهونة، ومن ترهونة ان شاء الله يا مساعد وصلينك ان شاء الله. وقد عرضت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المنظومة التي صدرتها عقب السيطرة على قاعدة الوطية العسكرية، وجابت قوات الوفاق وتلك المنظومة شوارع العاصمة طرابلس، وأعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق تدمير 9 منظومات دفاع جوي روسية من نوع بنتسير خلال 72 ساعة الماضية، ودمرت قوات الوفاق 3 منظومات في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس، واثنتين داخل قاعدة الوطية الجوية، كما دمرت قوات الوفاق منظومتين شرق مدينة مصراتة وواحدة جنوب مدينة سرت وأخرى في سوق الأحد جنوبي طرابلس. ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الطاهر بن غربية، القائد الميداني لقوات عملية بركان الغضب. رحب بي سيد طاهر. كيف يمكن تقييم السيطرة على بلدة أو مدينة الأصابعة التي تبعد 120 كيلو جنوبي طرابلس؟ أول السلام عليكم وعلى كل من يتابع قناة الجزيرة، هذه القناة التي بصراحة واكبت أحداث عملية بركان الغضب وعاصفة السلام لقوات الجيش الليبي، الذي بصراحة انطلقت نحو المدن والقرى وحرت مدن الغرب الليبي بالكامل انطلاقا إلى قاعدة الوطية. سقطت جميع الأقنعة لهذا المتمرد المجرم خليفة حفتر ومن يدعمه من دولة الإمارات. بصراحة هذه الدولة التي قدمت كل شيء، هذه الدولة التي بصراحة
سخرت كل شيء لدمار ليبيا، لخراب ليبيا، لقتل الشعب الليبي، لتدميرهم. ولكن لم تنجح هذه الدولة في صمود أسطوري لأبطالنا وقواتنا. اليوم توالت الانتصارات، اليوم قواتنا دخلت مدينة الأصابع، هذه المدينة نبضة مقتصرة عن هذه المدينة. هذه المدينة أغلب من فيها هم مؤيدين للنظام السابق معمر القذافي. هذه المدينة هي بؤرة تجمع أزلام النظام السابق، هي بؤرة للفساد. اللي بصراحة هذه المدينة كانت عمليات تنطلق منها نحو قاعدة الوطية، هي من تزود المرتزقة، هي من تكون فيها جميع العمليات. هذه المدينة أيضا بصراحة كانت تشكل نوعا ما توتر كبير لدى مدن المنطقة الغربية بالكامل. وليعلم الجميع حتى في سنة 2011 عندما قواتنا سيطرت بالكامل على التراب الليبي، لم تقم بدخول أو لم تقوم بالدخول لهذه المدينة، بل كانت الأمور سلمية. ولكن من هم بها ومن يديرون من المجرمين المحسوبين عن النظام السابق أبوا إلا الخيانة وانضموا مباشرة مع خليفة حفتر وبدت العمليات منهم. أمس طبعا كانت في مشاورات مع المجلس البلدي للأصابع ومع بصراحة أعيانهم، وقالوا بالحرف الواحد أنهم سوف يتم تسليمها سلميا، ولكن المجرمين بالداخل أرادوا إلا سيطار بالغربية إلا لحظات. الحديث نعم. الحديث عن نعم الحديث عن الخطوة القادمة، نعم الحديث عن الخطوة القادمة، يعني لديكم أكثر من محور، هل ستكون ترهونة، هل ستكون الذهاب إلى بن وليد، إلى أي مكان تتجه الاستراتيجية؟ طبعا نبي نحكي لك الخطوة القادمة لقطار عملية بركان الغضب يسير بسرعة كبيرة جدا، وبعد محطة الأصابع سوف تكون أكيد هناك محطة جديدة بإذن الله تعالى. أكيد العمليات مستمرة على ترهونة. سلاح الجو أمس استطاع ضرب المركز الأمن المركزي الموجود داخل الذي يقوده المجرم سالم الساكت داخل مدينة ترهونة. أيضا استطاع تدمير مقر اللواء التاسع بترهونة. أيضا استطاع تدمير العديد والعديد من المنظومات والعديد العديد من الآليات. طبعا سلاحنا الجوي مستمر في ضرب عمق مدينة ترهونة، وأيضا هناك لنا قوات تحاصر مدينة ترهونة. أكيد مدينة ترهونة هي سوف تكون الخطوة القادمة، ولن تتوقف عملية بركان الغضب حتى ما بعد مدينة ترهونة. سوف ننطلق بإذن الله إلى الجنوب إلى الحقول النفطية، ومن ثم إلى بؤرة الفساد وبؤرة هذا المجرم ومركز تواجده وهي الرجمة بإذن الله تعالى. هذه شكرا جزيلا لك السيد طاهر بن غربية القائد الميداني بقوات عملية بركان الغضب، أشكرك شكرا جزيلا لك. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من نصراتة سليمان الفقي عضو مجلس النواب الليبي، أرحب به. سيد سليمان الفقي، الحديث الآن حول هذه الأماكن الجديدة، الحديث عن بني وليد، عن ترهونة، عن كل هذه الأماكن المستهدفة من قوات حكومة الوفاق، كيف سيكون موقف القبائل؟ أنت كعضو عن الشعب، عضو في مجلس النواب الليبي وعن الشعب، كيف سيتم التعامل مع القبائل الليبية في هذه الأماكن؟ بسم الله، بداية نهني الشعب الليبي عموما وأهل الأصابع خصوصا بعودة الأصابع إلى حضن الوطن. فهذه المدن التي تكلمت عنها والقبائل، حقيقة الأمر أنها رحبت بثورة فبراير 17 فبراير، ولو نظرنا إلى الماضي قليلا 2012 كانت أفضل سنة ممكن منذ 200 سنة في التاريخ الليبي. ما حدث بعد 2014 هو الثورة المضادة، اجتماع محور الشر على عدم استقرار ليبيا، تم دعم حفتر بالسلاح والمال، هو من أوصل ليبيا إلى هذا الحال. الآن الوضع أصبح فيه اتزان، القوة الثورية جمعت نفسها، القوة الوطنية جمعت نفسها، الحكومة والمجلس الرئاسي استطاع أن يبرم اتفاقية
أمنية واتفاقية بحرية مع الجمهورية التركية خلقت توازن ولغت هذا التفوق اللي كان الجوي وأعطت النفس. وهذه المدن التي يعني علمتم بها يعني 7 مدن في يوم واحد يعني كانت صرمان وصبراتة والعجلات ورقدلين يعني مدن مساحتها كبيرة جدا. الكثير ممكن لا يعرف مساحة ليبيا، ليبيا مساحتها تعدل نصف الاتحاد الأوروبي مجتمعا، فهي أماكن كثيرة جدا. لولا رغبة الناس ورغبتهم في الاستمرار في مدنية الدولة والسلمية، والآن حفتر والعصابة التي معها يعني كل الشعارات التي كانت تتكلم عنها أثبتت زيفها، تتكلم على جيش لم يجد عندها جيش، وجدوا عندها مرتزقة متعددي الجنسيات تسعى أنها تستقر أمن، وجدوا الدمار في المستشفيات والمدارس والآلة الحربية المدمرة، وجدوا أن لا يوجد لا جيش ولا أمن ولا استقرار، بل هذه المدن تعاني يعني من قطاع التيار الكهربائي وانقطاع البنزين وانقطاع المياه. واستخدم إجراءات ترويع الشعب الليبي ويعني تخويفه لكي يطلب الأمن بأي ثمن، ولكن أتى الفرج. فأنا متفائل جدا، ويعني هذا الشهر المبارك كانت فيه انتصارات كبيرة جدا وعودة مدن كبيرة لحضن الوطن. وأعتقد أن مدينة ترهونة وابن وليد هي أصلا يعني لم تخرج عن حضن الوطن إلا مكرهة ليست بإرادتها. نعلم أن مجموعة قليلة هي من تملك المتنفذة وتملك السلاح، وهي من حاولت أن تسيطر واستطاعت أن تسيطر بالدعم المرتزقة. وحفتر ليس لديه جيش حقيقة يعلمه الجميع الآن، يعني التقارير الدولية والخبراء الدوليين تتكلم على آلاف، ليس عشرات أو مئات، هم آلاف مؤلفة، ما يزيد عن 4 أو 5 آلاف من الجنجويد، ما يزيد عن 1200 من المرتزقة الروس، يعني شركة فانجا وغيرها من الشركات. فهذا لا. زد على هذه المنظومات والأسلحة الحقيقة الآن وضحت عند الجميع في الداخل والخارج، ولعل حتى الدول الداعمة تراجع أنفسها أنها راهنت على الجواد الخاسر ولم تراهن على الشعب الليبي، راهنت على أفراد على أنهم يكونوا هم الوسيلة لامتلاك ليبيا، لا يستطيعوا ذلك، عليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان. نعم سيد سليمان الفقيه، بالحديث عن المساحة الكلية لليبيا، أنت ذكرت قلت ربما بعضكم لا يعرف ليبيا مساحتها 1,800,000 كيلومتر. هذه المساحة الشاسعة بعد سقوط قاعدة الوطية في يد حكومة الوفاق، هل بذلك الغرب الليبي أمن تماما من قوات حفتر؟ نعم، بعد السيطرة على قاعدة الوطية، أنا بحكم أني كنت طيار نعرف هذه المساحات ونعرف هذه القاعدة، بالسيطرة على هذه القاعدة الآن أصبح حفتر لا وجود له في المنطقة الغربية، لم يبقى له إلا بعض التمركزات في ترهونة، وحتنتهي في القريب وتعود ترهونة إلى حضن الوطن. وأنا يعني لا أقولها يعني إلا يعني رسالة واضحة لإخوتنا في ترهونة، أنا يعني متأثر بالوضع الذي في ترهونة. ترهونة يعني استطاع القذافي أن يستغلها في 2011 وضحت ببعض أبنائها فيما لا يفيدها ولا يفيد الليبيين، والآن حاول حفتر ومن معه استغلالها من خلال مجموعة من الناس. أتمنى أن تكون هذه آخر التجارب السيئة. أنا زرت ليبيا بكل مناطقها إلى آخر الجنوب، الشعب الليبي أقولها للعالم، الشعب الليبي متجانس إلى حد كبير جدا، حتى التقسيمات التي يحاولوا أن يقسموها قبليا وغيرها لا يوجد هذا المعنى بالكامل، لا توجد قبيلة تملك مكان ليس لها في شراكة، بل وراهنا لا توجد عائلة من قبيلة واحدة، العائلة تجدها مقسمة يعني الزوجة والأسار والغير متنوعين متختلطين إلى شكل كبير جدا، ولو يعني التقيت بمجموعة من الليبيين لا تستطيع أن تعرفهم. وأعطي دليل واضح لعل بعض الناس يروه، في عندما كانت في رحلات في الخارج تجد في أي دولة من الدول المحيطة بليبيا فيها شرائح من كل أنحاء ليبيا لا يتشاجرون، بل يهمهم الوطن أن كيف يستقر هذا الوطن، ولو كانت لديهم عداوات كما يزعمون عداوات متأصلة لما استطاعوا أن يجتمعوا في فندق
واحد أو في سكن واحد. فليبيا لها من الفرص الكثيرة جدا للاستقرار، لكن محور الشر أقولها بوضوح كما سموه دويلة الإمارات على الأخص هي من تحاول أن تسعى ليل نهار عدم استقرار ليبيا، خوفا على اقتصادها وخوفا أن تنتقل التجربة الليبية الناجحة إلى باقي الدول. ولعل باستقرار ليبيا يصبح المغرب العربي قد تم استقراره، والجميع يعرف المغرب العربي إذا تم استقراره وأن يفعل الاتحاد المغاربي حيكون قوة لها وزنها ويحسب لها ألف حساب. السيد سليمان الفقي عضو مجلس النواب الليبي، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا المسائية مستمرة، وبعد قليل ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 2,250,000 حالة، والصحة العالمية تعبر عن قلقها من تزايد الإصابات بالفيروس في الدول الفقيرة.